مستحيل تاخدوا ابني، ما رح اسمح لكم، هذا ابني وما رح تاخدوا مني. ما حدا طلب منك اذن، القانون هيك، ابن السلطان بيكون بالمكان اللي بتعيش فيه السلالة. يعني انت ما فيكي تاخدي معي غير السلطانة الصغيرة على المنفى؟ لا لا تعملوا هيك. سنبول يلا يا سنبول خد ابن السلطان. طيب وقف وقف، هاتو. لا تحرجيني هيام خان. انتبهي عليها، اعطيني ابني سنبول، الله يخليك بدي ابني، لا تاخذوه مني. هيام خانم بكفي، بعدي وخليني روح ولا تصعبي علي. بموت وما بروح بدونه، اعطيني ابني. شو يا فريال نورهان، ليش ما بتتصرفوا؟ هيام خانو بترجاكي. هيام تعالي. هيام خانو تعالي. والله الشغلة غصب عني. محمد محمد، ابني لساته صغير، شلون هيك بتاخدوه؟ لا تساوي بحالك هيك يا خانو، طولي بالك، صدقيني البكى ما رح يرجعه. مولاي لازم. لا تحاكيني بأي موضوع هلأ يا إبراهيم، خليهم يجهزوا لي حصاني فورا. بدك إبراهيم حاب ضل حالي شوي. مولاي السلطان مانو هون. تركني؟ مولاي السلطان راح وتركني؟ إبراهيم باشا راح كمان؟ هيام خانم خليني شوف مولاي السلطان. السلطان طلع من شوي، بس شوفي ابني محمد أخدوه مني، بدون يبعدوه عني. سنبول آغا ما خبرك؟ انت ليش لهلأ ما لقيت القاتل الحقيقي؟ إلا ما يظهر بالآخر. إذا ما دورت عليه أكيد ما رح يظهر. أنا بترجاك تساعدني، الله يشهد إنه أنا بريئة. منشوف. أنت عم تنتقم مني مظبوط؟ سامحني. أنا ما عم بنتقم منك يا هيام، انتي جنيتي على حالك. خدوها.
تفضل شوف بضاعتي. أنا عم دور على حرير. ورجيني الألوان اللي عندك. عنا أحسن حرير بالعالم، خذ ولا تهتم. أجمل الألوان بالسلطنة العثمانية كلها. اللون الوردي، شو بدي أشوف هي كمان، واللون الأرميدي، وشو ما بدك خذ وحمل. ماشي. بدي أسألك سؤال تاني. مرني. هون بالسوق في نسوان؟ لا لا لا، استغفر الله يا ابني، هذا سوق اللي عم تدور عليه مو عنا. روح امشي احسن ما عملك مشكلة. خلص 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 خلص. انت تاجر؟ ايه مزبوط، انا تاجر واجيت من كان. اهلين. بس شكلك ما بيشبه التجار ولا حتى شوي. تاجر شو؟ تاجر بالحرير. هون ما في نسوان، لا تسأل لأنك بتاكل قتلة. ليك أنا عم دور على وحدة هون، يعني مو مشان هديك الشغلة، هي من عيلتي. أها، يعني بقيان هون مدة منيحة. إيه صح. ماشي ماشي، بس انتبه، يعطيك العافية. الله يعافيك. يلا هي منيحة. مين بيكون؟ هذا اسمه نصوح بيك. هو يا عم خانم، طولي بالك، إن شاء الله هالموضوع رح ينكشف وينعرف القاتل ورح ترجعي لعند ابنك وتعيشي معه. خديجة، ابني محمد رح يكون بأمانتك. ديري بالك عليه، قولي له أمه بتحبه كتير ومستعدة تفديه بروحها. أنا بوعدك يا هويا إني دير بالي عليه لبين ما ترجعي. أهلين بالبطل الصغير. ايه تعال هون. اشتقت لك كتير. إبراهيم ممنوع تسافر مرة تانية بدوني. حاضر. لو بتعرف قديش انبسطت وقت سمعت انه رح تتزوج السلطانة خديجة. واخيرا خلصنا من هيام خانو. ان شاء الله يا سلطانة. السلطانة خديجة مو مقتنعة انه هي ورا الموضوع، خفت إنها تروح وتعارض طردها من القصر. وأنا ماني مقتنع يا سلطانة، بس رحت أحسن من إنها تضل هون قدامنا. خلينا نروح لعند بابا إبراهيم. مولاي السلطان طلع جولة لبرات القصر. هويا، انتي بدك تروحي معي؟ ما رح اتركك تروحي لحالك. انا وانتي جمعنا القدر. انا
تفضل. شو هالتاجر هذا يلي معه مجموعة وراء؟ هني معي لأنه بحب أرسم. حلو، خليني شوفهم. هات لشوفهم. خايف إني أقول عن رسمك مو منيح؟ حلو حلو. ما توقعت رسمك يكون هيك. أنتي بنتي الحلوة، قدرك ما رح يكون مثل قدر والدتك يا روح قلبي. أنا بوعدك ما يكون مثلي، بوعدك. سليمان أعذرني عم أزعجك بآخر الليل، نطرت رجوعك بفارغ الصبر. عندي موضوع مهم. قولي يا ستي الكل، شو الموضوع؟ اجت بيان اليوم. والله جد؟ يا ريت لو خبرتيني من قبل، كنت رجعت. هي ما حبت تزعجك، تعبانة ومتوترة. خير شوفي شو اللي زعجها. هي مزعوجة من الحكي بحق زوجها فرحات باشا، قال كل شي عم ينحكى مو مزبوط. كل اللي عم ينحكى مزبوط. بحب خبرك انه صهرك غرقان بالوسخ وطالع ريحته. متأكد؟ وما عندي أي شكوك. بس ما تكون ناوي تقطع له راسه. لا، اوعى تساويها يا ابني. فكر ببيان، هالشي ما بيصير. لا تكون قاسي على اخواتك. يعني هلأ شو المطلوب؟ اني ما عاقبه؟ وقت اللي زرت الشيخ علي وشفت الشكاوى احمر وشي من الخجل، بدك يعني دافع عن الغلط؟ لا، بيضلوا جوز اختك، عاقبه بس لا تموته. وين بحط هدول؟ ما بعرف، حاجة تحكي. نورهان تعي لجنبي. مو قصدي زعلك، بس والله مقهورة مشان هيك عم عصب. لا يكن لك فكر هيام، روقي بس اوعك تيأسي، صدقيني بكره حيكون احلى. كل يلي بالقصر مبسوطين لانه السلطان قلعني، بس انتي وفيه، انتي ما تركتيني، شاركتيني عقوبتي. كنت حموتك وغفرتي لي هالشي. انتي احسن مني. ولا يهمك،
أنا نسيت. السلطان سليمان حتى ما ودعني، ما طلع بوشي، هرب، ما كان بده يشوفني. اكتبي له هيان، اكتبي له واحكي له عن مشاعرك. اسمعي مني، مولاي خذ كتابك يا إبراهيم. طلعت من جهنم ودخلت على الجنة، ما عدت بالبرزخ. هذا الكمان جديد؟ هذا الكمان لأمي، هو ذكرى منها. بديت أتعلم العزف على هذا الكمان، أخي هداني إياه وقت رحت على برقة، خباه كل هالسنين وقال بركي برجع شي يوم. عزف لنا شوي خلي روحنا ترتاح. بكرة رح يجتمع الديوان؟ نعم مولاي، بعد خبر لأعضاء الديوان. منيح. اليوم زارتني الست الوالدة، بيان حاكي مع أمي مشان جوزة. أكيد فرحات باشا بيكون خايف إنه أقطع له راسه. وجنابك شو قررت؟ القرار إلك يا إبراهيم، أنت اللي بتقرر. فهمت. شو صار بقصة عايشة؟ ساعتنا يا مولاي عم نحقق بالموضوع، بس ما في شي جديد. أنا محروم النوم من وقت الحادث، دور على المجرم. دوقية؟ والله يا نورهان طلعت بنت وفية كتير، اختارت تروح مع صديقتها على المنفى. هتروح بس هترجع أكيد. يعني شو بدك يا هتساوي؟ هي مثل كل واحد فينا عم تحاول توقف على رجليها. والله الحرملك بدونها ما له طعمة، تعودنا عليها كتير، قلبي عم يوجعني عليها المسكينة. خير؟ سنبل آغا. روزا؟ شو اللي جابك هلأ؟ بدي قلك وقت عايشة خانم انقتلت. ايه أنا شفتها. يا رب يجيب العواقب سليمة، ما عم صدق شو اللي عم تحكي. أنت روحي يا سلطاني، قلبي وجسدي إليك مرهونين. أنت لم ترسلني إلى قصر، أنت أرسلتني إلى جهنم. ما الذي أريده بقصر أنت لست موجودا فيه؟ أنا هنا أكتوي بنار الفراق وأذوب، وأنت تمضي وقتك مع امرأة وضعت لك السم في طعامك. أقسم بالله يا سلطاني أنني بريئة ولم أرتكب أي خطيئة، إلا إذا كان عشقي لك هو الخطيئة. ادخل. إبراهيم باشا، إجت لعندي واحدة من الجواري قبل شوي وقالت لي شغلات بخصوص المرحومة عايشة الله يرحمها. شو عم تقول؟ الجارية موجودة برا، إذا بدك بناديلها مشان تحكي معها. ناديلها. يلا. شو اسمك؟ اسمي روزا. احكي شو بتعرفي يا روزا؟ يوما وجعني راسي فقلت له اطلع شم شوية هوا نظيف. روزا لو سمحت جيبيلي معك مي لما ترجعي. ماشي.
يعني ما قدرتي تشوفي وشها؟ كان عتم يا باشا، وكنت أنا وراها ما شفت وشها. وشو عرفك إنه هي مو هيام؟ لأنه هيام خانم أطول، وكمان شعرها لونه أشقر. متأكدة إنه مو هي، مو هيك؟ أكيد، لو كانت هي كنت عرفتها. كانت وحدة نحيفة كتير ولون شعرها غامق. تذكري منيح. وشك لفوق. في شي تاني ما قلتيه؟ والله قلت يلي شفته يا باشا. طب ليش انتي سكتتي طول هذا الوقت؟ ليش ما حكيتي؟ الخوف هو منعني احكي لكم. بس اليوم لما شفت وضع هيام خانم كتير زعلت عليها. حكيتي هالموضوع مع اي حدا؟ لا ابدا، ما حكيت لاي حدا. منيح. هالشي سر بيني وبينك، لو شو ما صار ما بتفتحي تمك ولا بتعرفي شو مصيرك، فهمتي؟ سنبول، فريال، انتو كمان لا تجيبوا سيرة، الموضوع كتير سري. لا ابدا، روسكم بقطع اذا بتحكوا لحدا. هذا أول اجتماع ديوان لإبراهيم باشا، لنشوف شو هي قراراته. ما كتير مستبعد إنه يقطع لك رأسك يا فرحات. مستحيل إبراهيم يساوي هيك. نسيت إني صهر السلطان؟ أنا واحد من العيلة. ما بتعرف، ممكن كمان هو يصير من العيلة. وهالشي كيف بده يصير؟ ما في غير السلطانة خديجة، وهي مخطوبة لابنه لبيري باشا. عم بيقولوا إنه نفكوا الخطبة يا فرحات باشا. شو أنت ما لك خبر؟ رح نبلش بالتجهيز مشان عرسك، بس ناطرين السلطان سليمان يخبرنا عن الموعد. بالأول خلينا نحدد وين بدك تعيشي. بالمكان اللي بتشوفيه مناسب يا سلطانة. إبراهيم باشا اليوم رح يدير أول اجتماع للديوان، ناخد رأيه بس يخلص. رأيه بالنسبة إلي مو كتير مهم. مولاي السلطان بده يساوي لنا عرس كبير، بس أنا وحياتك مو فارقة معي يا سلطانة، بكفي نساوي عرس متواضع. إذا الأمر بيرجع إلك أنت وياه، كنت رحت وتجوزت دغري. استغفر الله، استغفر الله. بذكر الله نفتتح جلسة الديوان لهذا اليوم.
قبل ما بلش أول شي بريد وضح شغلة مهمة. من اليوم مولانا السلطان سليمان الموقر قرر إنه ما راح يكون مشارك بالاجتماعات إلا ببعض الحالات اللي هو بيشوفها كتير ضرورية. أنا اخترت الوزراء يلي بدي اشتغل أنا وياهن وقت اللي بستلم منصبي كوزير أول وبصير بخدمة الدولة العثمانية العليا. بس بالأول في تعيينات لازم تعرفوها، وهالتعيينات أولهن فرحات باشا تم تعيينه والي لولاية كتير مهمة اللي هي ساماندرا. من بكرة فيك تبلش. بيشرفني هالشي، مستعد أخدم الدولة العلية بأي مهمة بتحددوا لي إياها. تنزيل رتبة؟ هذا كل شي رح تسووه بخصوص فرحات باشا؟ سكوت، يا أحمد باشا، أنت قدمت خدمات كبيرة للدولة العثمانية العلية. أحمد باشا يا سادة من اليوم راح يصير والي لولاية مصر. مولاي السلطان إله خبر بقرارك هذا يا باشا؟ اطمن وريح بالك يا باشا، مولاي السلطان عنده خبر بكل القرارات. كمان عينت إياس باشا ومصطفى باشا وزراء جدد بديواننا. أنا ومولاي نتمنى لكم التوفيق. المكتوب انبعت صبح، عطيت المكتوب لأغوات الحرملة رح يبعتوه على القصر. هي أول مرة من سنين طويلة بشبع نوم، طول الليل عم شوفها وهي عم تطلع من القصر. الحية اللي اسمها هيام انقلعت وارتحنا منها، صدقيني رح ترجع السعادة للحرملة من جديد. إن شاء الله يا كوثر. أنا شفت إبراهيم اليوم عم بيقول خلص بحياتنا ما عاد نشوفها ورح نرجع مبسوطين بالأثر. سنبول آغا. شوفي خير؟ بعتين مكتوب من القصر القديم. ايه؟ وقالوا لي أعطيك يا هيام خانم بعته لمولاي السلطان. ماشي أعطيني إياه. تيسر. وقلولوا نفصلوا قماش جديد مشان حفلة العرس، وكمان رح نضوي الشوارع بالشمع وبالمشاعل ورح يكون في ألعاب جمباز، خلي الشعب يحتفل وينبسط. انتهى اجتماع الديوان يا سلطانة. درة يلا قليلي بسرعة شو قرروا. فرحات باشا وأحمد باشا طالع قرار تنزيل رتبهم، عينوه لصهركم فرحات باشا والي لسمندرة، وأحمد باشا خلوه بمصر مثل ما كان يا مولاتي. منيح منيح، نشكر الله.
أحسن ما يقطعوا له رأسه. ما توقعتني يتعاملوا معي بهالطريقة. أنا عم أشكر ربي إنه نفدت منه. يا ريت لو أخذوا روحي مني. أنا استلمت المنصب بعرق جبيني وتعبي يا باشا. عم يبعتوني على مصر وأنا بستحق أكون الوزير الأول بالدولة؟ أنا ما رح حاسب إبراهيم البرغلي على هالعقوبة هي أبداً. والله رح خليه يندم للسلطان سليمان اللي غض النظر عن هيك قرار. ما عندي اعتراض على قراراتك يا إبراهيم، بالعكس مبسوط. كان لازم نقطع له راسه لفرحات باشا، بس خوفي على أختي بيان وولادها خلاني أسكت. مولاي السلطان أنا مقدر وضعكم منيح، بس بعرف يا إبراهيم، بعرف شو رح تقول. مولاي السلطان سمبو لا تزعجنا هلأ باشا، بس في مكتوب لمولاي السلطان. آسف. تفضل. أنت روحي يا سلطان، قلبي وجسدي إليك مرهونين. أنت لم ترسلني إلى قصر، أنت أرسلتني إلى جهنم. ما الذي أريده بقصر أنت لست موجودا فيه؟ أنا هنا أكتوي بنار الفراق وأذوب، وأنت تمضي وقتك مع امرأة وضعت لك السم في طعامك. أقسم بالله يا سلطان أنني بريئة ولم أرتكب أي خطيئة، إلا إذا كان عشقي لك هو الخطيئة. أنا وحيدة يا مولاي، لا أم لي ولا أب ولا أحد لي غيرك. أنت حبي وكل عائلتي. ربما الذنب الوحيد الذي ارتكبته هو أنني عشقتك يا مولاي، وبسبب حبي لك اتهموني بالقتل، حرموني من ابني وحرموني منك. أنت سلطان الحق والعدل، أنا الآن أناجي ضميرك الحي لأنك ظلمتني بقرارك هذا، فأنا أحلف لك بأني بريئة يا مولاي. في شيء أخبار سيئة مولاي السلطان؟ هيام خانم عم تقول إن مظلومة، عم تحلف إن بريئة، عم تناجي ضميري مشان سامحها. شوفي، اجا الجواب. جواب شو يا هيام؟ طولي بالك. ليكون المكتوب زعجه للسلطان. يا ريتنا ما كتبنا. اكيد لا ارى ولا حتى كتب لي. مجنون على طول هو هيك بيبيع بالرول. يلا بشوفك. يلا بالسلامة. الله وكيلك، ما بتلاقي منك كل السوق. تفضل عنا كل الألوان. بتجنن. قصدي رسمتك حلوة. مين بتكون؟ ولا حدا، وحدة حلوة شفتها بزماني. ما شاء الله. لا اللون الثاني. موهوب كتير. طيب اعطيني اياه. بيطلع منك شيء. في عندك كمان موديلات؟ بيطلع منك شيء.
هيام خانم، شو في اسمه؟ إبراهيم باشا وصل على القصر من شوي، طلب مني أعطيكي خبر. إبراهيم؟ تركونا لحالنا. إبراهيم باشا، شو اللي صار؟ عرفتوا إنه هيام بريئة وما لها ذنب، وأكيد جاي ترجعني. إيه، وكمان رح أوعدك إني خلصك من هالتهمة يا هيام خانم. عن جد؟ ولا عم تمزح؟ طبعاً عن جد، وإذا بدك هلأ باخدك على القصر وفوراً. بس خمس دقايق وبجهز. لكن في طلب بدي أطلبه منك يا هيام خانم، بدك تعملي اللي بقلك عليه، وقال بحياتك ما رح تشوفي مولاي السلطان.